ندوة للرابطة السورية للجراحة العصبية، محطة مهمة في التعليم الطبي المستمر. حقيقة الأبحاث اللي سوف تناقش هذه الندوة أحدث ما توصلت إليه حاليا الأبحاث من ناحية الطريقة، من ناحية الأسلوب والمعلومة. عندنا ندوة حول جراحة العمود الفقري تحت شعار جراحة عمود فقري آمنة، طبعا فيها مستجدات وأبحاث حديثة وتقنيات جديدة بتفيد المريض والطبيب بنفس الوقت. طبعا رح تكون غنية بالمناقشات وإقرار بعض القرارات بتخص هذه الجراحة بشكل نطورها نحو تكون جراحة آمنة وفعالة. طبعا بهالمؤتمر هيدا أو بكل المؤتمرات بشكل عام بيتم أخذ توصيات تخدم المريض أولا وآخرا، على اعتبار أنها تكون عبارة عن عرض لمشاكل واختلاطات حدثت ونتائج علاجية أيضا إيجابية حدثت خلال الفترة الماضية. حقيقة اخترنا موضوع الندوة لهذا الفصل في مدينة اللاذقية بعنوان نحو جراحة عمود فقري آمنة. حقيقة هذا موضوع هام جدا جدا ويشغل بال كثير من الأطباء والناس. كنا نعرف أنه كثير بيطلع صيت على عملية الدسك على أبسطها، أنه واحد عمل عملية وما نجحت، وهذا حقيقة يعني كلام في شيء ما أتى من الفراغ لكن مو كله صحيح. لهذا السبب نحن حيكون حنغطي حوالي 18 موضوع عن جراحة العمود الفقري، إمتى لازم تصير، شو هي الاستطبابات، ما هي الأخطاء، ما هي المضاعفات، ما هي الاختلاطات اللي كل طبيب حقيقة عم يمارسها وعم تحدث معه وعم تسبب حقيقة مشاكل كبيرة ما بين الأطباء والمرضى. موضوع العمود الفقري موضوع جدا يعني فيه مدارس متعددة وفيه مشاكل متعددة وتجي أهميته من خطورته حقيقة. يعني أنا شبهت أنه يعني العمود الفقري اسمه عمود مثل عمود البيت، يعني لما اللي بينصاب فمعناها البيت بي 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 في عندي مشكلة عدم الثبات. يعني هلأ اليوم نحن بموضوع الحوادث السير والسقوط من شاهق، الأزيات الحربية، مشكلة العمود الفقري أنه هو بيحمي عضو نبي، فلما اللي بيتأذى النخاع الشوكي معناها هذا شلل دائم مدى الحياة، فما بالك كم المعاناة للمريض وللطبيب وحتى للحكومة اللي بتأمن هالشيء. هذا المؤتمر الجراحة العصبية عم نعيد كل سنة تقريبا، غايته مواكبة التطورات بما يختص بهذا النوع من الجراحات، وخاصة أن هذا جراحات حيوية وليس تأهيلية. بمعنى آخر أنه الجراحة هاي دائما في تطور شديد، وخاصة التقنيات الجديدة بتخفف من الاختلاطات قدر الإمكان.